أخي المزارع، يهدف تقليم أشجار اللوز إلى تجديد الأخشاب المثمرة وتشكيل فروع مثمرة جديدة لتحل محل الفروع التي توقفت عن الإنتاج. قلم أشجار اللوز الصغيرة خلال السنة الأولى أو الثانية من أجل تحديد شكل الإكليل، والذي قد يؤثر على الإنتاج والجودة وسهولة الحصاد. قلم الأشجار الناضجة من أجل الحفاظ على شكلها وفتح الجزء الداخلي منها، بحيث يتم تحسين تهويتها وتعريضها لأشعة الشمس. قلم أيضاً الأشجار الناضجة من أجل إزالة الفروع السفلية والمكسورة والضعيفة والمريضة، وللتخلص من الخشب القديم وبراعم الماء والحشرات الماصة والجراد. تؤدي العمليات السابقة بإذن الله إلى إنتاج ثمار على المدى الطويل، ويتراوح تقليم الشجرة الناضجة من مرة واحدة في السنة إلى مرة واحدة كل سنتين. تؤتي شجرة اللوز ثمارها في وقت أقرب بكثير من غيرها، وإذا تم تحديد تاجها بشكل صحيح من البداية، فسيستمر حجمها في التزايد ويزداد إنتاجها كل عام لسنوات عديدة.